معانا الأستاذ محمد. أستاذ محمد أهلا وسهلا. أستاذ محمد. لا يا دكتور، مع حضرتك. اتفضل يا أستاذ محمد. والله يا دكتور حضرتك، أنا ليا والدتي حضرتك 70 سنة، ربنا يديها الصحة يا رب. حضرتك يا دكتور بتقبض معاش والدي، معاش والدي حلو، وحضرتك أنا مريض بالقلب، وحضرتك إحنا ثلاث إخوات عايشين في بيت واحد. وحضرتك هي بتميز واحد عن واحد. طيب. وحضرتك أنا كلمتها كتير، هل يا دكتور لما أنا أطلب منها مساعدة تقول لي لأ، ده حرام ولا حلال؟ هجاوب على حضرتك يا أستاذ محمد. أستاذ محمد سألني سؤالين، بس هو افترض إن السؤال الأولاني دوت ما يعني مش هنلتفت إليه. هو من الأفضل إن الأهل يعطوا أولادهم بالسوية، بس إذا فضلوا حد على حد دوت مش حرام، الفتوى بتقول كده، لأنه بيتصرف حال الحياة. لكن هو لو سوى بينهم هيكون أحسن، لكن هو لو ما سواش بينهم مش هيكون مرتكب للحرام، خاصة لو في ميزة نوعية لحد، إن في حد أصغر فعايزين ندفع مصاريف تعليمه، لو كان في حد عنده احتياج هكذا، يبقى دوت مش هنقدر نقول إن هي بتعمل حاجة حرام. السؤال الثاني هو لو طلبت مساعدة من أمي هل ده حرام؟ لا، لو طلبت مساعدة من أمي دوت أكتر سترا للعيوب وأكتر حفاظا على الأسرة، فأنت إذا طلبت منها، ولكن إذا طلبت منها ما على المحسنين من سبيل، مش واجب عليها. لازم نعرف ان انت بتتكسب، اذا كنت بتتكسب وقادر تتكسب فان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليك رزقك، لكن اذا طلبت منها هل يجب عليها ان هي تعطيك اذا كنت انت قادر ان انت تتكسب؟ فالجواب لا. اذا كنت بقى شايل في قلبك ان هي بتدي لاخوك اكتر منك، بقول لك ما تشيلش في قلبك، استمر وخلي حبك لامك مستمر، وخلي دوت ان شاء الله باب من ابواب توسعتك طلبك لوسع الرزق ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يكرمك.